أنا لهلا ما في حدا ببالي غير جماعتكم. منين رح يعرفوا البيت يا زينب؟ يمكن يكونوا راقبونا ونحن راجعين من بيت جولانار وعرفوا البيت. كانوا عملوها بالليل وما استنوا للصبح. مو هن. مين ما كان، حاولوا انكم ما تطلعوا من البيت بدون علمي ابدا لو سمحتوا، واذا طلعتوا خذوا رجالي معكم. انت كمان زينب، هلا ما في طلعه من هون. واخر تبقى والله تعبنا. معك حق، تعبتي وكل شيء سيء اجى مع بعضه. الحمد لله لساتنا عايشين. عن إذنكم شباب، لحظة. أيوة حبيبي، أنت وينك؟ لا تواخذيني، ما قدرت خبرك، عندي ضيوف ملتهي فيهم، إجوا مشان الاستثمار. يكون بعلمك إذا ما أجيت اليوم بيجي أنا. ماشي، خلص بيجي بعد شوي، رح جيب الوراق معي لنراجع الحسابات مع بعض. ناطرتك، لا تتأخر. ماشي عيوني، ماشي جاي. تمام، شكرا. يا شباب عندي موعد كنت ناسي، ما بتأخر المساء. عمو خذ رجالك معك رجاءا. انا اخذ احتياطي، اطمني انت. قلت لكم البيت بيتكم وخذوا راحتكم، ماشي؟ يلا بشوفكم، باي. الله مع السلامة. شو وين شنطايتي؟ هون هون. يا لطيف قديش غالي عليك. شكرا. استنى لساعدك. بدك الصندوق؟ ايه. غريبة، بس شوفه بحس حالي بأمان. ميرنا وهي صغيرة كان عندها بطانية هيك، ما كانت تتركها أبدا، وين ما راحت تشحط وراها. وكمان هالصندوق هيك بالنسبة إلي.